تحياتي بكم كبار الكابتن اسام عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكابتن اسام حسني. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك. نقول مبروك النادي الاهلي، الف الف مبروك النادي الاهلي النهارده كابتن ايمن على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي القطن الكاميروني. هنستغل النهارده حاجه جديده جدا جدا هنقولها يا كابتن في هذا البرنامج، هي خاصه بالمدربين او المديرين الفنيين على مستوى الانديه كلها، سواء هنا في المحليين او في افريقيا. هستغل الثلاث اهداف النهارده اللي جابهم كهربا، وعاوز اقول حاجه مهمه جدا للمدربين اللي النهارده في اوروبا، ازاي كابتن ايمن بيشتغلوا على قانون كره القدم. خلي بالك يعني اي رخصه كابتن عنده ثقافه تحكيميه، نمره اتنين اللي هو بقى اللي احنا بنقوله للجمهور كابتن ميلال، ازاي يبقى الحكم عنده الفكر العالي قوي يستغل قانون كره القدم في استراتيجيته مع اللعيبه. مهم جدا 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 يا كابتن عادل انك انت، لان في التحكيم ده كبير جدا جدا. لو انا كمدرب النهارده ما فهمتش القانون كويس قوي قوي وطوعته عشان خاطر استفيد بيه مع لعيبتي، اكيد هتقابل مشاكل كتير. انا بقول الكلام ده ليه النهارده؟ كهربا في الثلاث اجوان يمكن الكل عدت عليه ان هو جاب ثلاث اجوان وخلاص، لا خلي بالك تحركات كهربا في الثلاث اجوان وهو رابط كويس قوي قوي مع الحكم المساعد. مظبوط، المساعد. ودي مش مع اي لعيب بيعملها. خلي بالك كابتن، في لعيب بيبقى في الملعب مش حاسس هو المكان فين، ولكن الكهرباء لما تحس تلات ليل النهارده، لان هنا ده شغل مدرب في الملعب او شغل لعيب وثقافه وذكاء اللعيب. اذا النهارده تسلل الماده 11، النهارده قدر كهرباء يستفيد منها من خلال المساعد. يعني هو لما بيبقى موجود في مكانه كابتن اسامه بشوف المساعد واقف فين. لو المساعد بيبقى اخر مع تاني مدافع، على الاقل بيبقى مع المساعد عشان خاطر انا لما تلعب الكوره تقدر انك انت كمهاجم تروح وانت مطمن. ثلاث تجوان هم نفس الثلاث تجوان يا كابتن عادل. الكره بتتحط، كهربا بيروح بيقطع، بيشتغل وبيشتغل على الحته دي. مهمه جدا جدا خلي بالك للاعب والمدرب. خلي بالك مش في ركله جزاء. فبقول النهارده انا بحيي كهربا على ذكائه وتوقعه في الماده 11، هو استغلها بشكل كويس جدا جدا، وهنشوف يمكن الحالات دي يا كابتن بلال اللي جايه. ده فيما يخص المباراه والتكنيك المدرب واللاعب. لما نيجي نتكلم على بيتر الحكم الكيني، 40 سنه، خلي بالك هو محظوظ تماما تماما تماما. فرقتين بيلعبوا كره بس، مفيش اعتراض، مفيش اي مشاكل، مفيش اي ضغوط. النادي الاهلي كمان سهل المهمه تماما 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 للحكم، وهنا الحكم محظوظ جدا جدا بالنادي الاهلي النهارده في الاداء والنتيجه. ما عندوش مشكله، مفيش بطاقه صفراء ولم يشهر البطاقه الصفراء. احنا بنشوف الحكم الكيني 40 سنه ما عندوش خبرات كتيره يا كابتن احمد، ولكن النهارده المباراه سهلت واللي سهلها له النادي الاهلي، وهو استغل خلي بالك الكلام دوت بان هو اجتهد كمان واشتغل على نفسه وكان موجود في كل الاحداث سواء داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء. هنرجع لكلام لكهربا تاني، لان انا سعيد جدا جدا بهذا اللاعب اللي هو زي ما قلت طوع القانون لمصلحته، ودي مهمه جدا جدا يا كابتن اسامه. بنشوفه في اوروبا كتير جدا جدا ازاي المدرب بيعود لعيبته على ان هم يقدروا يضربوا مصايد التسلل ويقدروا ان هم يسجلوا منها اهداف. خلينا نروح للحاله الاولى نشوف، وهنا الكره بتتحط هنا كابتن، هنا في الحته ديت نشوف كده تماما، خلاص اتحط هنا، كان موقف سليم، عمل بالعرض وهو سبق خطوة. السلام عليكم متابعي قناه اكسترا كوره. النهارده يوم الجمعه طبعا، منتظرين مباراتين من اهم المباريات بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنادي الزمالك، مباريات تاريخيه. ليه بقى؟ اولا بالنسبه للنادي الاهلي مباراه هتحدد مصيره من ايه، يعني مباراه هي دي اللي هتقدر تعرف هل الاهلي هيقدر يكمل عشان يبقى عنده امل ان هو يعدي دور المجموعات، ولا خلاص القطن الكاميروني هيقصي الاهلي من دوري ابطال افريقيا الموسم ده. فقدر الله في حاله التعادل او الهزيمه خلاص يبقى الاهلي خارج البطوله، لكن ان شاء الله في حاله الفوز هتوقع لنا ان شاء الله الفوز على الهلال السوداني، وده ان شاء الله هيتحقق في ماتش الاثنين في القاهره. وهننتظر بقى نتيجة مباراة سان داونز والهلال السوداني. لو سان داونز فاز على الهلال السوداني فإن شاء الله الأهلي هيكون كده عدى دور المجموعات.
لو اتهزم سان داونز هيبقى سان داونز والهلال هما اللي عدوا دور المجموعات، والاهلي خلاص هيخرج خارج البطولة. برضو في حالة التعادل هيبقى الأمر في مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي، لأن طبعا هيبقوا الاتنين 10 نقط بعد ما الأهلي إن شاء الله يفوز المباراتين والهلال السوداني يتعادل مع سان داونز. ففي الحالة دي هيكون الاتنين عندهم 10 نقط، فاللي هيتفوق طبعا الهلال علشان المواجهات المباشرة، فبالحالة دي هيكون صاعد الهلال وصن داونز. يعني السيناريو الوحيد اللي إن شاء الله عايزينه يتحقق اللي هو فوز صن داونز على الهلال. هنشوف لعيبة النادي الأهلي إزاي يستعدوا للمباراة، هل بكرة هيكون يعني هل النهاردة هيكون ليهم رأي تاني، ولا هيبقوا عايزين إن هم يخرجوا نفسهم بره البطولة؟ هل إدارة النادي الأهلي إيه اللي عملته، إيه اللي خططت ليه كابتن محمود الخطيب قال لهم إيه؟ والحاجات دي كلها هنعرفها إن شاء الله النهاردة الساعة 6 مساء. الماتش بيتلعب في الكاميرون، ماتش الذهاب كان هنا في القاهرة، الأهلي فاز بنتيجة 3-0، فهننتظر إن شاء الله ماتش مباراة العودة إيه النتيجة. ده بالنسبة للنادي الأهلي. برضه كان في بعض القرارات أصدرتها الفيفا النهاردة، غرامات بالنسبة للنادي الأهلي علشان كمية الانذارات اللي حصل عليها في كأس العالم للأندية، وبرضه بالنسبة للبطاقة الحمراء اللي حصل عليها خالد عبد الفتاح في مباراة فلامينجو، وبالنسبة لهتافات الجماهير والشمالية. نروح مرة تانية لنادي الزمالك. نادي الزمالك هيقابل شباب بولزداد. مباراة الذهاب كانت طبعا في القاهرة، شباب بلوزداد فاز على الزمالك بنتيجة 1-0. المباراة التانية مباراة العودة طبعا هتكون خارج القاهرة، الزمالك هيبقى مطالب منه إن هو يحقق الفوز بشكل كامل علشان يقدر يكمل مشواره. مجموعة الزمالك هتكون يعني فيها أمل شوية عن مجموعة الأهلي، لأن مجموعة الأهلي صن داونز والهلال ده عنده 10 نقط وده 9 نقط، لكن الزمالك طبعا في المركز الثالث 4، وفي المركز الرابع وفي المركز الرابع المريخ ب4 نقط. برضو في المركز الثاني شباب بولوزداد ب6 نقط، فيبقى الامل بالنسبه للزمالك هيبقى اصبح اكبر من النادي الاهلي، بس مطالب منه ان هو يحقق الفوز على شباب بولوزداد علشان يبقى عنده أمل كبير جدا إن هو يصعد من دور المجموعات. كده بعد شباب بولزداد هيبقى فاضل مباراة المريخ، يعني بعد ما يفوز إن شاء الله على شباب بولزداد هيبقى 7 نقط، ويفوز إن شاء الله على المريخ هيبقى 10 نقط، وشباب بولزداد مش هيبقى عنده غير مباراة واحدة قدام الترجي. فعايزين نادي الزمالك يركز علشان ما يخلوش الفرق التانية تتحكم فيهم زي ما عمل الأهلي في نفسه، وهيستنى مباراة صن داونز والهلال هي اللي هتحقق الأهلي يصعد ولا لا، وبناء عليها هننتظر نتائج مباراة النهاردة وهنشوف الفريقين هيعملوا ايه. نتمنى طبعا الفريقين ان هم يأدوا مستوى رائع جدا. برضه بالنسبة لأخبار النادي الأهلي النهاردة، الشناوي ما طلعش طبعا مع كولر في المؤتمر الصحفي، طلع رامي ربيع معاه واتكلم عن الجوانب كلها وازاي يستعدوا للمباراة والحافز النفسي اللي جاي علشان يقدروا يفوزوا على القطن الكاميروني. من جانب برضه آخر، إدارة القطن الكاميروني حددت مكافآت للعيبة علشان يفوزوا على النادي الأهلي، فهنشوف إن شاء الله الملعب هيكون ليه رأي تاني، ولا اللي قدر يستعد للنادي الأهلي هو هيمشي.